اليوم في البدايه الدفاع ديال المتهم عاودها وثاني كنبغي يدير نفس المحاوله اللي دار في الجلسه السابقه، تقدم بواحد جوج ديال الملتمسات، المتمثل الاول في عرض ادوات ديال المحجوز، والثاني المتمثل في قضيه الخبره من جديد، ولكن المحكمه رفضت جميع الطلبات وعطت الكلمه للدفاع ديال المتهم في شخص الاستاذ عبد الصمد الادريسي اللي بسط اوجه الدفاع ديالو وفق المنظور ديالو وفق استراتيجيته اللي خططها واتفق فيها مع المتهم.